الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل خطوة نخطوها، كل عمل نقوم به، كل فعل يصدر منا لا بد من المعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: أنك في كل خطوة تحتاج إلى المعرفة. ورواياتنا وأحاديثنا التي تتحدث عن ثواب زيارة الأئمة الطاهرين تربط ذلك بأن يكون المرء عارفا بحقه، أن تعرف الذي تزوره، أن تعرف دورك، أن تعرف الحياة، أن تعرف كل صغيرة وكبيرة في حياتك، خاصة بالنسبة إلى الذين يوجهون الناس. عادة في البلاد الأخرى الخطيب قبل أن يصعد على المنصة يبين عنوان محاضرته، في ماذا يريد أن يتحدث، فالناس يأتون لكي يتعلموا ويستمعوا إلى شيء يعرفون أنه سيتحدث فيه، إلا في بلادنا فالخطيب يصعد على المنبر ولا أحد من الحضور يعرف في ماذا يريد أن يتحدث. الأمر الذي صدر من الإخوة الكرام، قال أحدهم: تكلم عن واجب خطباء المنبر الحسين، أن نعرف نحن أولا من نحن، لأنه الحياة على كل حال هي مسيرة واحدة، يأتي إليها أشخاص ويرحلون، ويأتي آخرون ويرحلون، وما دامت حياتنا هذه فلا بد أن نؤدي ما يجب علينا، وما يجب علينا أن نقول ما نعرف وأن نقول ما نؤمن به. من البسيط أن يحفظ أحدهم خطابا ويلقيه على الناس، لكن إذا لم يكن مؤمنا بما يقول فإن خطابه يدخل في أذن ويخرج من أذن أخرى. أتذكر كان في لبنان شخص مسيحي اسمه يوسف كرم، وكانت عنده كنيستين ويعظ الناس في هاتين الكنيستين. هذه القصة أنقلها في السبعينات من القرن الماضي. هذا الرجل كتب كتاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإسلام وكأنه مسلم، فقلت له: كيف وأنت المسيحي الذي تلقي الخطابات في كنيستين عن المسيحية، كيف تكتب هذا الكتاب وهل يقبلون منك؟ قال: كنيسة واحدة أخذوها مني، لكن الثانية لا تزال موجودة. السلام عليكم ورحمة الله. قال: نحن نؤدي وظيفة، أنا مطلوب من عندي في كل يوم أحد أذهب إلى الكنيسة وأتكلم عن السيد المسيح وعن العذراء مريم أمه سلام الله عليهما، وهذا مثل أي وظيفة ثانية، ما حد يسأل أنت شو عقيدتك. ثم قال إن بعض القساوسة الكبار لا يؤمنون بالله ولا بالسيد المسيح، لكنه يؤدي وظيفته الملقاة على عاتقه. ثم سألني سؤال فعلا ذاك الوقت كان غريب، قال: هل عندكم، قلت له أكو رؤساء كنائس، قال: أكبر من رؤساء الكنائس، لا يؤمنون مجرد ملبسنا اللي يصير زنديق يروح في حياته.
أعتقد في ذاك الوقت كان الراتب دينار دينارين كان يعطى للشخص في بالشهر، وكان في النجف الأشرف المجرد دينار والمعيل دينارين بالشهر. الآن كم واحد من العلماء يعطون؟ نفترض 2 من عندهم كانوا يعطون، يعني 4 دنانير بالشهر. وأتذكر الله يرحم الوالد كان الأشياء اللي يشتريها من سوق الزينبية أغلبها بالدين، ولذلك أحيانا كنت أمر وأنا صغير بقال يقول قل لوالدك ترى حسابك شوية زاد. الله يرحم حجي مندي كان يقول ترى الخبز كنا ناخذه كله بالدين، رأس الشهر يجي إما نقدر وإما ما نقدر، إما كنا نأكل يوما لحما وإما لا نأكل. فما معقول واحد يعيش هذه الحياة كرجل دين وهو زنديق، لأن الزنادقة طريق مفتوح أمامه. مرت الأيام وإذا رأينا هنالك من يجعل آخرته في خدمة دنياه ودينه في خدمة بطنه ومعيشته. النقطة الأولى علينا، وأنا أتكلم على بالنسبة لنفسي، أن نكون مؤمنين بما نقول، فعلا نؤمن أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق وهو الذي يحاسبنا يوم القيامة، وما يعطينا من نعم، نعمة الحياة، نعمة الصحة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء نجاحكم وما توعدون، وفي السماء صحتكم وما توعدون، كل ما نملك ومما رزقناهم ينفقون. وهذا عام شامل ليس فقط من المال الذي رزقناهم، الصحة، العلم، وزكاة العلم نشره. هذه الكلمة قوس أفتح، هذه الكلمة حقيقة اليوم نعرف قيمتها، لأنه في البلاد الأخرى العلم الذي تنفقه تجعل له حقوق، ما حد له حق أن يأخذ من علمك، ينشر علمك، كتابك نشرته. كان عندي كتاب ترجم إلى الإنجليزية القضية قبل 20 سنة، وعرضنا على بعض دور النشر، قالوا كل سطر أنت ناقله من كتاب لازم عندك الرسالة بأن صاحب الكتاب سمح لك بأن تنشر عنه هذا الكلام، بينما زكاة العلم نشره. خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا وجعل من المفارقات بين الدنيا والآخرة أن كل ما نعمله في الدنيا يؤثر على غيرنا سلبا أو إيجابا، أما الآخرة لا، يعني لا أحد يشارك غيره في ثواب أعماله يوم القيامة، لا أحد يعذب بغير الصالحين حتى وإن كان القبران مجاوران، ولا أحد يحصل على ثواب غيره من الأعمال. لكن في الدنيا لو أنك نظفت الشارع الذي بيتك فيه فإن غيرك يتأثر إيجابا، وإذا ما نظفت والأوساخ انتشرت فالميكروب يدخل في بيتك. نحن مسؤولون أمام الله، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. لو أن بهيمة في صحراء في غابات الأمازون وقع في حفرة فأنا أيضا مسؤول، ليش أنا مسؤول؟ فالبهيمة في مكان ما في العالم أكو حفرة ما حطمل هاي الفكرة هاي الحفرة، أنا مسؤول. بقاع الأرض وبهائمها، أراضي قابل للزراعة لا تزرع، ربنا يوم القيامة يحاسبنا على ما فعلنا ويحاسبنا على ما كنا قادرين على فعله ولم نفعل. اليوم باستطاعة شخص واحد أن يغير كل ما في هذه الأرض، ما أريد أجيب أسماء على هذا المنبر، لكن الذي صنع الموبايل وهو في قبره، لكن غير هذا الموبايل جوال، غير حياة الناس، غير حياتهم بالجانب الإيجابي والجانب السلبي. اليوم شفت منظر جميل في نيجيريا، المدارس الامتحانات الأخيرة مال آخر السنة أغلب الشباب سقطوا، فجايبين ناس يكسرون الموبايلات، يعني يعطون الموبايل بيده يكسر الثاني، مجموعة نساء ورجال بس يكسرون موبايلات. قالوا هذا هو السبب، غير حياة الناس
وهو جالس في بيته في مكانه. مو فقط الأنبياء سلام الله عليهم يؤثرون على حياة الناس. كلمة تقولها قد تكون هذه الكلمة كلمة نافعة وتؤثر على شخص واحد، وذلك الشخص يؤثر على غيره. فنحن مسؤولون عن أقوالنا، السلام عليكم ورحمة الله، عن أقوالنا، عن حياتنا، عن كلامنا، وأهم من كل ذلك عن سيرتنا. لأن الكلام يسمعه الناس ويعرفون ما تقول. أغلب الخطباء وأنا أصغرهم حينما يتكلم كل الحاضرين يعرفون حد شماله، مو أن يعرفون، ما جبنا علم جديد لهم، معادلة جديدة، لا. ولكن الذي يؤثر عليهم عمل الإنسان، ومن هنا فإن عمل الأنبياء والأوصياء هو حجة علينا أكثر من كلامهم. حتى كلام الله في القرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه. أن تكون سيرتنا مع الناس على الأقل، على الأقل لا نخالف ما نقول، نقول الناس تواضعوا وفي جميع الأحوال متواضعا، لكننا نتكبر، نقول للناس أنه ادفعوا للآخرين، ساعدوا الآخرين، وأنا أستطيع أن أساعد ولو بمقدار بسيط، لكن لا أساعد. على كل حال هذه مسألة الثانية. مسألة الأولى أن تكون عندنا معرفة لما نقول، والمسألة الثانية أن نكون نماذج، نماذج عملية حتى يقتد الناس بأعمالنا وليس بأقوالنا فقط. والأمر الآخر، اليوم يقال أن في الكرة الأرضية 5 ملايين حسينية، 5 ملايين عدد هائل إنصافا، يعني بيوت مخصصة لذكر الحسين، مصائب الحسين، قصة الحسين، تاريخ الحسين. الحسين يتجدد كل عام، يتجدد، لأنني أعتقد حقيقة أن الحسين ونهضة الحسين لا تنتهيان، يعني لا الحسين ينتهي ولا نهضته. يمكننا أن نستفيد كل عام شيئا جديدا من نهضة الحسين، وهذا يعرفه الخطباء على المنبر. الإنسان يوم اللي يتكلم تجي إلهامات، ربما إذا كان جالس في غرفة وقاعد ما تجي إلهامات، لكن هاي الإلهامات جديدة. كتاب قرأته للسيد حسن الله يحفظه القزويني عن الإمام الحسين، رأيت فيه شيئا جديدا. شنو الجديد اللي في هذا الكتاب؟ هو بيتحدث عن مصائب الحسين، الكل يعرفه. فوق المنبر يوم اللي يقرأ الشخص شيء من مصائب الحسين، كل الحاضرين يعرفوك، حتى أشعار حافظيها. في بعض البلاد الحضار يحفظون الأشعار الذي يقرأها الخطيب. شفت كتاب جديد، ليش؟ لأنه يخلط ما بين التاريخ الذي للحسين وما بين الحاضر، القضايا والقصص التي ينقلها. حقيقة شفت كتاب جديد، وقلت له في ذلك الوقت أن هذا كتابك جديد. لا بد أن يكون عندنا شيء جديد عن الثورة وعن الحسين. شوفوا، المبدع الحقيقي هو الله، بديع السماوات والأرض، لكن أي شيء ليس فيه شيء من الإبداع شيء يختلف عن الغير. كتاب عنوانه يختلف، موضوعه يختلف، طريقته تختلف، شيء من الإبداع هذا يمشي. هاي الموبايلات اللي تجي كل سنة، موبايل جديد ما في تغيير كبير، لكن فرش شيء مغيرين فيه، الكاميرا الميجا بيكسل شوية أكثر، شوية أوضح. سيارات التي تأتي كل عام سيارة جديدة، تشوفون سيارة مرسيدس بنز نفس السيارة نفس المواصفات، فتشي شوية بسيط يختلف، والناس يبحثون عن هذا الإبداع، الشيء البسيط الذي فيه إبداع. لا بد أن يكون عندنا إبداع في شيء ما، هذا الإبداع هو الذي يجعلك متميزا عن غيرك. نسخة عن الآخرين هذا موجود في كل مكان، لكن نسخة شوية منقحة، شوية مرتبة، شوية في شيء جديد. وحقيقة الإمام الحسين سلام الله عليه وهو قربان الله في هذه الأرض دائما جديد،
وكلامنا عن الحسين يجب أن يكون جديدا، أسلوبنا في طرح القضية الحسينية، حتى بعض مواكب الخدمات حسينيات اللي تقدم خدمات. رحت مرة إلى حسينية مع الأهل القطيف، قلت لهم شنو عندكم جديد اللي يختلف عن بقية الحسينيات؟ قالوا عندنا. قلت لهم شنو؟ قالوا الأكل نعطي يوم 500 وجبة طعام، غيركم يعطي 2000. قالوا كذا. قالوا عندنا أيضا 50 من الأطباء، من الممرضين والممرضات والأطباء والطبيبات. قلت هذا هم مو جديد. شنو عندكم عمل ثقافي للناس؟ خب هاي الخدمات تقدم للناس، هذا جيد وممتاز وإلى قيمته وثوابه إشباع البطون، ولولا وجود خدمات الحسينيات اللي تقدم خدمات لما كان باستطاعة 26 مليون أن يأتوا من البصرة، من الفاو، من مختلف المناطق إلى كربلاء. لكن هذا ما يكفي، وإذا أصبح كل حسينية تقدم مع وجبة الطعام وجبة للروح، شيء فكري كتيب عن الحسين، عن ثورة الحسين، عن قضية الحسين، لأن هنالك تخوف أن تتحول هذه المسيرات الضخمة بمرور الزمن إلى فلكلور، يعني متعودين على هذا الشيء. طبعا القضية الرئيسية لأن الحسين ده يتصرف في قلوب الناس. قلت قضية بسيطة، الحسين أعطى قلبه لله فأهدى الله له قلوب المؤمنين، وقلبي لقلبكم سل. يعني يا أبا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، وقلبي لقلبكم سل، يعني يا أبا عبد الله اللي بقلبك شوية من عنده بقلبي، الإيمان ملأ قلبك لكن شوية من الإيمان أيضا في قلبي. أبا عبد الله تعجبت الملائكة من شجاعتك، شوية هم شجاعة. أنا واحد سألني مرة قال شنو تطلبون من الأئمة؟ قلت له نطلب، نقول الله أعطاكم الشجاعة كلها والإيمان والصدق والصفاء والأخلاق، شوية اعطونا انفقوا مما تحبون. يا أبو عبد الله أعطينا شوية من أخلاقك، شوية من إيمانك. فقلوب الناس مرتبطة بالإمام الحسين. إحنا ثلاث كلمات نكررها في الزيارات، وقلبي لقلبكم سلم، لابد أن نحاول أن نطهر قلوبنا دائما. والكلمة الأخرى التي نقول فيها سلم لمن سلمكم، هذا الميزان، وحرب لمن حاربكم، والأعظم من ذلك ونصرتي لكم معدة. أنا وقف للحسين، أنا وقف لهذا الدين، خاصة المعممين علامة الوقف فيها العمامة، أنا وقف. يعني أستيقظ من الصباح إلى المساء كل شغلي قضية دينية، موعظة الناس، كتابة الكتب. الآن أعطانا السيد مصطفى حفظه الله كتاب صدر اليوم عن أخي رسول الله، كتاب الإنجليزي طبعا، The Brothers of Prophet الاسم، أبو المسنجر الرسول. يعني شوفوا عندنا في الروايات والآيات والأدعية وأيضا الزيارات أمور هي إشارات، لكن هاي الإشارة مهمة جدا. لا يكفي أن نشبع، أن نشبع زين، أن نخلص عملنا لله أمر جيد. كتيب عندي هذا السنة طبع اسمه طوفان الأربعين، حقيقة طوفان، يعني يتصرف هذا الطوفان في نفوس الناس، ولذلك يتفانون في تقديم الخدمات. هاي نقطة مهمة، مو قضية الطعام مهم، قضية هذا اللي يقدم الطعام يقول هذا زاد أبو علي، ماي أبو علي، شاي أبو علي، مسكن أبو علي، مو أنا. هذا شيء مهم، يعني قل ما تجد من يخدمك إلا ويشعر في قرارة نفسه يتفضل عليك. يعني عادة احنا نعزم اللي نعرفهم، ما نعزم اللي ما نعرفهم، ويوم اللي نقدم لهم الطعام في قرارة نفسنا نشعر احنا متفضلين عليه. لكن في العراق بالعكس، يتحول العراقيون شهر محرم وصفر الى شعب من الملائكة.
كل تقديم صلى على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الثالثة على أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا الليلة جينا حتى نسمع الجديد من السيد حسن حفظه الباري، لكن يعني خجلنا حتى نحشي نكرر الحكايات. على كل حال، في قضية الإمام الحسين حقيقة يجب أن نجد ونعرف أن الحسين إمامنا وحجة الله علينا قبل أن يكون حجة على الأعداء. يوم القيامة الله عز وجل يحاسبنا بناء على ارتباطنا الحقيقي بالإمام الحسين. طولنا، صلى على محمد وآل محمد. يكون إمامنا حقيقة في داخل نفسك، تشعر أنه إمام مفترض الطاعة على الأقل، وأن تعرف من هو الحسين. اليوم قلت لبعض الشباب كل ما تقرأه عن الحسين لا تقرأ كثيرا وزايد، ما تقرأ زايد، مكتبة كاملة تقرأ عن الحسين بعد أكو مجال تقرأ. اليوم أكو ناس عادة مو من رجال الدين، من الدكاترة، يكتبون كتب عن الإمام الحسين. أشوف هذه الكتب فيها الجديد، فيها أشياء جديدة. ليش؟ لأن احنا متعودين وعارفين وحافظين، فنجي على المنبر شوية نزيد وننقص ونمشي. لكن هذا رايح محقق في الموضوع 20 سنة قارئ كتب ومطالع، بعدين مطلع شيء جديد عن الإمام الحسين. كلما نقرأ عن الحسين وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه وعن جده مو زايد قارين، حقيقة مو زايد. واقترحنا يوم من الأيام أن نصير مكتبة خاصة للكتب التي تؤلف عن الحسين، ومكان ما ومركز ما للتحقيق في قضايا الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني شوفوا شمر منه؟ ترى عندنا شمرين، شمر صالح والشمر اللي نعرفه ملعنة كربلاء. شمر الصالح هو هذا الشمر الثاني، بايع أمير المؤمنين وقاتل في صفين وجرح في صفين وذهب إلى الحج 16 مرة، 16 مرة رايح للحج، هذا شمر. يعني إذا كان الشمر عاقبته الشكل، ما يمكن واحد من عندنا أيضا العاقبة مالته تتغير إلا إذا جعل الحسين حيا في قلبه، كأن الحسين أمامه يمشي يتكلم. وين يكون الحسين؟ أنت تكون. شي يقول للحسين؟ أنت تقول. إخلاص الحسين نجدد في أنفسنا. على كل حال، هذه أيضا مسألة، يكون عندنا إبداع فيما يرتبط بالقضية الحسينية، فهم الظروف التي أحاطت بهذه الثورة. نحن نقرأ أشياء مجردة، لكن إذا أنت قرأت كل الأشياء المرتبطة عرفت الظروف التي عاش فيها الإمام الحسين وقاتل فيها الإمام الحسين وقتل فيها الإمام الحسين. شنو كانت ظروفه؟ ظروف الإمام شنو؟ سئلت في أيام محرم، فواحد قال ليش الإمام الحسين نهض؟ قلت له أنت شو تقول؟ قال، جاب أشياء تفسير ثورة الحسين. قلت أنا قرأت كتاب، هذا الكتاب واحد كاتبه، الكتاب باللغة الفارسية طبعا، أنه لماذا خرج الإمام الحسين سلام الله عليه في نهضته. جايب 7 أسباب لنهضة الحسين كلها مو صحيحة. قلت من ينهض مثل الحسين بحكمته بعلمه بارتباطه بالوحي، لابد نسأله إلى أنت ليش قمت بنهضتك؟ مو أنا أجي أقعد في غرفة وأخترع فلتشير الحسين نهض لأنه طلبوا من عنده يجي إلى الكوفة، فإجا بالطريق سمع أن مسلم قتل، قال يلا بعد خليني واصل، هذا صاحبنا قتل، خلني أسأل من عنده. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. ظريف قبل كورونا كنت قاعد في الحسينية الطهرانية، جو 3 شباب بعد 40،
أول ما قعدوا قالوا سيدنا إحنا ملحدين. قلت لهم يعني شون الإلحاد؟ قالوا الإلحاد يعني ماكو الله. قلت أنتم من وين؟ قالوا إحنا من بغداد. قلت لهم شكوا عندكم جايين كربلاء؟ قالوا جايين نزور. قلت لهم يعني إذا الله ما موجود الحسين شنو يطلع؟ قالوا لا الحسين فوق المذاهب فوق الكذا، الحسين بطل. أدري هو يقول ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. يعني الحسين كان يؤمن بالزيف، كان يؤمن بالوهم. الحسين كان مقدم على عمله وهو يعرف كل خطوة من خطواته. يعني ما في خطوة يخطوها الإمام الحسين إلا وهو عارف بما يقوم به منذ بداية. على كل حال مسألة أن نعرف الظروف التي أحاطت وأن نشرح للناس حتى إذا صاروا في ظروف ما أقول مماثلة لما كان فيها الإمام الحسين يعرف شلون يتصرف، لأن بعضنا مع أقل مشكلة يتراجع في داخله، يتراجع لا يهتم. نتكلم عن المظلومين ولا نهتم بالمظلومين. نتكلم عن عبد الله الرضيع سلام الله عليه اللي الآن عمره صار 1385 عام في عالم البرزخ وما بقى طفل، فهو كبير هناك. ونجد أطفال يقتلون في يومنا ظلما وعدوانا وطغيانا، وأنا في قلبي ما أنهى عن هذا المنكر. حل بيهم يستحقون. عمي هذا مظلوم طفل، شو فاهمه؟ شلون تقول لنا هذا يستحق القتل ومن قبل دولة ظالمة غاصبة محتلة؟ فقال قلت اسمع، وذكرت هذا على المنبر، قلت ليش الإمام الحسين قام بنهضته؟ مساجد مليانة بالناس، الحج مفتوح لكل من يستطيع إليه سبيلا، الخليفة يحكم باسم رسول الله، اسم الله واسم رسوله في كل مكان، الدولة مزدهرة، الناس يعيشون في بحبوحة من العيش، الجماعة دولة مو محتلة وإنما هي تحتل البلاد الأخرى وتغزو البلاد الأخرى، وضع المادي للناس زين، مساجد وضعها زين، ازدحام موجود، شنو اللي سبب أن الحسين يقوم بنهضته؟ قلت كل هذا كان موجود إلا الروح ما كانت موجودة. الصلاة كانت ضد الصلاة، الصلاة لم تكن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا فرق بين صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إن أقيمت لله أو للصنم، ماكو فرق. الصوم ما كان يؤدي إلى التقوى، لعلكم تتقون، ماكو في الصوم. الصلوات صلوات الجماعة للزينة الحاكم، الحج للزينة الحكام، الروح ما كانت موجودة. أكو توسعة في الجغرافيا، استقلص في الروح. أعاد الحسين الصلاة إلى الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، مع أن جماعة عمر بن سعد صلوا بثلاثين ألف والحسين بأقل من مية، الروح ما كانت موجودة. فقضية الإمام الحسين إعادة الروح لهذا الدين، وإعادة الحقيقة إلى الحقيقة، مو مظهر الحقيقة. الحاكم يحكم باسم رسول الله لكنه يقتل النفس المحترمة ويغتصب الأموال والرجال والنساء وكل شيء يسوي، مو مهم ما دام هو حاكم جالس على الكرسي فهو يستطيع أن يفعل ما يريد، كما فعل يزيد بن معاوية لعنة الله تعالى عليه بأهل بيت رسول الله. شوف إذا واحد بالليل اتصل بي قال أقتلك ديك الليلة متنا، منو هذا؟ شلون يريد يقتلني؟ وليش؟ ما عندي عداوة مع واحد اللي يريد يقتلني. هم هددوا أهل بيت النبي وما اكتفوا بذلك، أخرجوهم من المدينة المنورة وما اكتفوا بذلك، في الطريق حاصروهم محاصرة كاملة وما اكتفوا بذلك، قطعوا عنهم الماء وما اكتفوا بذلك، الطعام ما اكتفوا بذلك، قتلوهم ما اكتفوا بذلك، قطعوا رؤوسهم ما اكتفوا بذلك، سبوا نساءهم ومشوهم أبعد طريق من الكوفة إلى الشام، يعني تمر بدولة العراق ولبنان وتركيا وسوريا، مروا بهم الشكل أبعد الطرق.
ولذلك إذا كانوا مرجعيهم على نفس الطريق ما ملحقين على الأربعين، رجعوهم بالطريق الأقرب. وأكو فد لوحة مكتوبة مصورين جماعة رايحين محققين في هذه القضايا. مسألة السبايا من أعظم المصائب حقيقة، يعني كل ما يخطر في بالهم من الجرائم عملوا، سبوهم، آذوهم في الطريق، وسبوهم، شتموهم، ماكو شيء ما سووا بهم، وهم أهل بيت نبيهم، وهم الذين يقرؤون في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هو يقرأ في صلاته وآل محمد منه غير هذولة، يعني يزيد من آل محمد مثلا، لكنه ارتكبوا هذه الجرائم وما اكتفوا بذلك. أوعزوا إلى 70,000 خطيب ومنبر يصعدون المنابر أن يلعنوا وأن يسبوا وأن يشتموا، حتى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي وجد شابا في الطريق قال ما اسمك؟ قال إن أهلي ظلموني فسموني عليا. قال إي والله ظلمك، يعني اسمك كان جريمة، اسم علي جريمة، اسم الحسين جريمة. على كل حال ما اكتفوا بكل ذلك، حتى هذه الأيام هي أيام السبايا، مو هالشكل سيدنا، هذه أيام اللي كانوا في الطريق سلام الله عليهم إلى الشام، ثم من الشام إلى كربلاء. أكتفي بهذا المقدار، والميكروفون بيد السيد، عندك، صلوا على محمد وآله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها، إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر، إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر، في جساس حيل العمر لا طالت أيامه، شنو صار بسيدتي ذيج الساعة صحيت يا حسين، العمر لا طالت أيامه، يا خونا الشام هب حيلي ودعامين، حجمان السبع شاعر نجفي عند الضوء، إيدي جساس صحيت يا حسين، العمر لا طالت أيامه، لخوم الشام هدى حيلي ودعاني الليل ما نامه، على يزيد الرجس طبيت وراس بجاج وطاره، على يزيد الرجس طبيت راسك كان قدامه، ويضرب راسك ما قدرني يا صاحب الزمان، يضرب راسك يقبالي وحاجة دون دلالي، صحت لا تضرب الوالي، عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والينا، يزيد من سمع حجي نهاب سب والدي وسبني، بهذاك المجلس المنشور قام يريد يضربني، بهذاك المجلس المنشور قام يريد يضربني، ولسان حازه يلب انا وين وين الدراوي الدراوي، انا مخدرت عباس وحسين، أنا ويني ولا الدواوين، أنا مخدرت عباس وحسين، أقول أبيات قديمية كلكم سامعيها وأسألكم الدعاء.
قل لأبو علي رحمتكم يا أبو فاضل رحمتكم زينب بينكم وبين أعدائكم. تقول خويا أبو فاضل طبينا للديوان والناس والناس متجمعة من كل الأجناس الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس. خويا من شاهدوني من شاهدوني مهبط الراس صاحوا يا زينب ويا العباس. الله